طيب هرجع تاني يا كابتن عبد الجليل لماتش العين. ازاي الاهلي خد بالك ده ماتش مهم جدا قوي، لان هو له هدفين، انك تكسب. لو كسبت العين انت بتكسب بطوله لاول مره في التاريخ اللي هي بطوله القارات الثلاثه. فلوس عملوا كاس وخدوا قوي، في ستيج وتوزيع ميداليات وكل حاجه. ايوه بطل اسيا وافريقيا والمحيط الهادي اللي هو الاوكيانوسيا، اللي هو العين كسبه. لو اللي هو البطل العين كسبه وهم يلعبون، ما هو العين كسب اوكلاند، فبقى العين بطل اسيا والمحيط الهادي. فالاهلي لو كسب العين يبقى بطل افريقيا واسيا والمحيط الهادي، لا اوكيانوسيا. فعاملين كاس مخصوص طبعا، و2 مليون دولار كتير قوي، بالك مش رقم عادي يعني. 100 مليون طيب، 2 مليون دولار طبعا، 100 مليون غير ان انت توصل سيمي فاينل كاس القارات، تكمل في البطوله الثانيه وتلعب في قطر، ممكن توصل نهائي سهل قوي. انا بقول الاهلي في الفاينل لو كسب. شو انا حاسس بكده. ليه؟ بس لو عدى هيدعم بقى خلاص، هيدعم. لا طبعا غير هيدعم، هيفوز ديسمبر مش هيدعم. بس هو القصه ايه؟ انت هتلاعب الكسبان من بطل امريكا الشماليه والجنوبيه، فمش بعيد عنك. لا مش بعيد، قطر مظبوط وجمهور مصري كانك بتلعب في مصر. يعني انت مش بعيد عنك يعني، ما بتلعبش ريال مدريد يعني. صح، فكانك بتلعب في مصر، فتكسب تروح تلعب ريال مدريد، سهل توصل ان شاء الله النهائي. حلو. فماتش مهم جدا 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 جدا. كيف سيتعامل كولر مع هذه المباراه؟ يعني قول لي فنيا ازاي كول. انت بتقول العين هجوم رهيب جدا جدا ونص ملعب قوي، بس ديفنس عنده مشاكل. حلو، ازاي يلعب العين؟ ما هو الدور بتاع اللعيبه المره دي، ما كولر بس ما يقلفش، نازل التشكيل الصح اللي هو بيرسي تاو واي بقى مهاجم. اعتقد لو لاعب كهربا الثلاثي ده بقاله كتير ما لعبش جنب بعض، حسين وكهربا وبيرسي تاو. اخر فترات كانوا متالقين وكانت الكيميا راكبه. التلاتة دول يا كابتن لو فايقين وضغطوا على الناس ومن وراهم امام ومروان واكرم لو هيلعب، التلاتة دول يا كابتن او الستة دول ممكن ما وصلوش حاجة. هو ده كولر النهاردة، لازم ينزل من اول دقيقة ضاغط على العين، ما يدهمش فرصة. لو اللعيبة دي فايقة بالذات الاطراف بتوع بيرسيتاو وحسين، لا هنشتغل عليهم جامد قوي. انما لو الدولت ما فيش الشراسه وما فيش اللعب اللي هم بيلعبوه الجماعي والشراسه ان هم يروحوا، هنتعب من العين. يعني فرقه تقيله وهتعرف توصل لنا. ولو راحت عندنا الفراوده دول، فيهم واحد برازيلي اشول شعره ابيض كده، لعيب كوره. فده لو ما تحطش عليه العين كويس يا كابتن. بس الميزه عندي انا 60,000 70,000 في الاستاد، الاجواء، اللعيبه بتاعتنا بتعرف تلم نفسها بسرعه كابتن حتى لو وحشه. طيب كل ده ماشي، بس انا كلمه السر هتبقى نص الملعب بتاع النادي الاهلي في الماتش ده يعني. اللي عنده نص ملعب يسيطر اكتر طبعا. بس خلي بالك نص ملعب النادي الاهلي مش في احسن حالاته، مع احترامي يعني، ما حدش فيهم يعني اكرم شويه بيعافر. انا قلت على فكره ان العين في طريقه او وصل، بس هو حصل عطل في الطياره بتاعتهم وهيوصلوا ان شاء الله 6 الصبح يجوا بالسلام باذن الله. يعني ما وصلوش لسه، يعني مفترض كان يوصلوا النهارده بالليل يعني. ده حاجه حلوه، ده فيها الخير برضو، العطله دي فيها الخير. بس خلاص يعني دلوقتي يعني الناس بتيجي بطيران خاص وقبل الماتش ب مفيش مشكله، بس فيها الخير. لا كده كده جايين، مفيش مشكله. ما اقصدش يعني بقت بالنسبه لعيبه الكوره دلوقتي هتشجع الاهلي ابشير؟ اكيد طبعا بجد. طبعا الاهلي بيلعب اي فرقه بره هشجع. صدق انا سالت احمد عيد قبل كده قال لي لا. ايه انت محترم والله. سالت احمد عيد قبل كده. احمد عيد محترم اللي معاه. ايه؟ يعني احمد ما هو احمد عيد محترم. لا محترم احمد عيد، انت هتوقعني في احمد عيد؟ لا طبعا. بس انا استفاد ايه لما الاهلي يخسر؟ قول لي كده. ايه؟ استفاد ايه لو الاهلي خسر؟ الاهلي بيلعب بره. بيلعب بره. بس اقول لك انا ماليش دعوه. دي برضه دي ثقافه وجهات نظر. لا لا ساعات انت بتحبوا تفرحوا في فرحتكم اللي بتبقى في الاهلي الزمالك. انتوا مين؟ الزمالك والله دلوقتي على حاجه 7 سنين اللي فاتوا كان فرحته. انا رديت عليك بتضمني تاني ليه؟ ده زملكاوي كبير ده. ما بيقول لك انا لما الاهلي يلعب اي فريق طبيعي. طب انت لو الزمالك بيلعب اي فريق بره بامان بتشجع؟ يا جدع انت، يا جدع انت كان بيلعب كوتوكو سنه بعد كده لعبناهم في السوبر. لو الزمالك يا جدع انت بدعي لهم. الزمالك هو بيلعب ناحيه البركان مثلا. لا اشجع الزمالك. ايه يا كابتن في ايه يا كابتن؟ احنا لعيبه كوره، انا مش جمهور. طب انا لعيب كوره، بحب الاهلي بس ما اتمناش الزمالك يتبهدل من الاهلي. طلع ما لعبش الاهلي خلاص. لا يتبادل من الاهلي ماشي. اي حاجه أي مش مصلحه يعني مش مصلحه الزمالك وهو بيلعب الاهلي. انما تلعبه لا سجال، انما فرقه من بره تلعب الزمالك ما ينفعش. احنا لعيب الكوره يعني. انا بنحس ان اللعيبه دي طبعا لعيبه زمايلنا طبعا، بس أنا مش بحسبها زي الجمهور. لا لا يعني الجمهور الاهلي والعين عايز الاهلي يكسب طبعا. طبعا من قلبي من قلبي من قلبي يعني. اصل انا انما اي فريق مصري يعني لو بيراميدز بيلعب بفاينل اي فرقه ثانيه مثلا ولا انت طبعا بس يا اهلي ولا زمالك بس. لا انا مش اصل بيراميدز مين اللي فيها يا كابتن؟
رمضان صبحي ابننا، اسلام عزه كان ابننا، لعيبه هما اولادنا برضو. ولا الانديه الجماهيريه بالذات بيبقى الامور. لو انت الاسماعيلي كنا بنشجعه في بطوله افريقيا بتاعتنا اصلا. يعني ليه بقول لك احنا بنحسبها ان احنا دول زمايلنا يعني، عارفين وتعبانين قد ايه. طب والله ده احساس كويس. لا كابتن اسد اغلب لعيبته كوره كده والله والله. رجلهم في الملعب. كان الزمالك وكتوكو سنه 93 وضربات الجزاء واسماعيل يوسف ضيع. انا فاكر كويس قوي، كنت قاعد، كنا لسه كاسبين احنا افريقيا سبور واخدين البطوله ومستنيين اللي يكسب من الزمالك. كنت قطر كوس انت وقتها. واسماعيل ضيع. انا مش عارف مين كان داخل في كتوكو لو حطها هو كتوكو اللي يكسب. نادر اللي كان واقف. انا قعدت قعدت ادعي ان الزمالك يكسب، ما اعرفش ان الدعاء هيوصل كده الزمالك يكسبني في السوبر. يعني ايه كتوكو اللي كسبت؟ قال لك ما كنتش دعيت لان الزمالك جالنا كسبنا في السوبر. هو اللي كسب يعني، لو كتوكو كان حطها كنا احنا خدنا السوبر. والحمد لله. ندم ندم انه دعا. لا انا عايز افهمك ان احنا ما ده سوبر 94. احنا لعيبه مع بعض الكابتن بنتمنى لهم الخير، انما الجماهير مع بعض بتحفل على بعض امر طبيعي. في وفي بس والله في قطاع كبير من الجمهور كده. في اللي هو ايه؟ بيبقى عايز الاهلي يكسب ولا فريق بره والاهلي عايز. ما قلت فيها شمانه يعني. انا في الراديو بيخش عليا ناس كده وكده يعني، في ناس كتير اهلاويه تخش يقول عايز الزمالك يكسب لما يكون الزمالك بيلعب فاينل افريقيا مثلا الفدرالية اللي فاتت دي، وزملكاوي بتخش معايا في الراديو كابتن، واللعيبه برضه في لعيبه كده وكده، في لعيبه تقول لك انا عايز لا يخسروا ايه المشكله. كنت بس في الملعب يا كابتن شبانه، بناخد انطباع من السوشيال كانه ده كله الجمهور. كابتن شبانه انت كنت في النهايه في الملعب صح؟ احنا بنصدر دايما المشاكل، ما كان السوشيال ده كله الجمهور بيصدر. آه بيصدر مشاكل. انت كنت في الملعب النهائي صح؟ في بدايه الماتش فعلا كل الجمهور. في السوبر الاخير ده كل الجمهور اتحد في حاجه معينه كده وعمل اعلام بيضاء فعلا زي ما قالوا، ولا الاهلي والزمالك مع بعض؟ كانت اول ما الماتش بدا ولا قبل الماتش ما ابتدي؟ انا باشا واصل بعد الماتش بدا بثلاث دقايق ما شايفهاش ممكن. بس يعني ايه الاعلام البيضاء؟ مش فاهم يعني. عبد الله يعني جمهور الايد بيأيد الزمالك في المحنه اللي هو فيها. ايه ده ازاي؟ ما تفهم يعني رافعين اعلام بيضاء معاهم. ايه يرفع اعلام بيضاء؟ مش فاهم ايه اعلام بيضاء. مش فاهم يعني، عشان يشجعوا الزمالك يعني، عشان المحنه. انت ترجمتها كده ازاي؟ انا ارفع اعلام بيضاء ايه؟ ترجمته ايه يعني؟ والله انا اتقلت. هو انتوا بتقولوا سحري مثلا؟ هو انا مش فاهم يا جدعان. هو مش ملحتك ليه؟ معلش اسالك ده رفع علي مبيض ايه؟ رفع علي مبيض يعني كاتب ايه المره اللي فاتت؟ ما هو بس هو انا والله ما عملت حاجه. انا والله هو قارش ملحتك ولا مش قارش ملحتك؟ قارش طبعا. لان انا قارش ايه؟ ملحيت لان انا المره انت بيقول لك الاعلام البيضاء عايز يقول لك ان الجمهور يعني بيجي بيأيد الزمالك ممكن يتضامنوا في موقف يعني. انما بعد خمس دقايق وجهه نظرك يا عم لنفسك وانت نحترمها، لكن انا وجهه نظري غير. هتحجر كمان تقول لي لا؟ عادي زي المره زي الحلقه اللي فاتت؟ لا طب